أمرت المحكمة الابتدائية بفاس مساء أمس الجمعة بحذف فيديو أغنية عمي راك ولدتي زين من جميع الوسائط الإلكترونية المستخدمة في نشره، بما في ذلك قناة صاحبه المعتقل في سجن بوركاز منذ نحو أسبوعين. الربور المعتقل ابن حي مقاطعة جنان الورد متهم بالتحريض على ارتكاب جنح والإخلال العلني بالحياء والتحريض على الإجهاض وتسهيل البغاء والدعارة. حكمت عليه المحكمة بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية مع الصائر والإجبار في الأدنى. تعد هذه العقوبة الثالثة من نوعها التي تصدر بحق رابورات بسبب إنتاج أغاني مخلة بالحياء ومحرضة على البغاء وإهانة هيئة دستورية. سابقاً حكم على صاحب أغنية شر كبي أتاي بسنتين حبساً وغرامة، ونال شقيقه نفس العقوبة عن أغنية شر كبي هاواي.